ممكن تدخلوا أي وظيفة. أكيد. بدنا نحكي كمان لديما الصابر مساعد الطيار، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وأيضا يعني ضمن فريق نسائي تعبتوا لحد ما وصلتوا لهالمرحلة ديما. أكيد. سفر باستمرار، طلعات باستمرار، بس شو بيعني لك هذا الإشي؟ يعني فخر كتير كبير لإلي إنه أنا أكون طيار أردنية فتاة، وفخر طبعا أكبر إني أنا أكون من أسرة الملكية الأردنية اللي بتعتمد مقاييس ومعايير عالية جدا في اختيار الطاقم الذي يقود الطائرة، حرصا منها على التميز الدائم وحرصا منها على أن تبقى دائما في المقدمة. فأنا سعيدة جدا وفخورة جدا أني أنا أكون أوصل لمساعد قائد طائرة في الملكية الأردنية، الحمد لله. وعم تحسي أنه كمان طموحات عندك عم تكبر؟ أكيد طبعا طموحات عندي كتير أكبر، وإن شاء الله يا رب أنه أطور مهاراتي وقدراتي وأصير مثل كابتن كارول الربضي. وأيضا يعني من طموحاتي أن أكون كابتن مدربة على طيارات الملكية الأردنية، أدرب الجيل الجديد إن شاء الله وأقدم لهم نفس أيدي المساعدة وأيدي التعاون والأخوة اللي تقدمت لي في الملكية إن الأردنية. إن شاء الله برجع من جديد بوجه شكري وتقديري للملكية الأردنية اللي عم بتعطي الفرصة للبنت الأردنية توصل لهالمرحلة. على فكرة إحنا فيكم عم بننافس على مستوى العالم، بجد فيكم عم بننافس على مستوى العالم. هديل، هديل خمش، صباح الخير. برضه مساعد الطيار، احكي لي هديل شو شعورك بيكون وانت اليوم عم توصلي لهالمرحله بضمن فريق نسائي معكم الكابتن كارول، كل الفريق نسائي وعنده تحدي كبير بيواجهه أمانة عم بيقوم فيها على متن الطائره. هو من اول اللحظه اللي وصلنا فيها على المطار وشفنا الطاقم كلياته من الجنس الناعم يعني كانت في ابتسامة عن جد مش قادرين يعني نخفيها، يعني كلياتنا قاعدين مبسوطين ومبتسمين وهيك. هلا اي رحلة احنا قبل ما نطلعها طبعا بنكون عم نفكر بكثير اشياء بنخطط لها وكيف رح تكون عشان توصل لبر الامان يعني براحة وللركاب وهيك، بس مع هيك ومع الواحد بفكر بالرحلة وكيف رح تكون وكيف الطقس فوق وكيف تحت وأي مدرج مثلا رح ننزل وهيك، بس هيك يعني شعور كتير جميل وكنياتنا كنا مبسوطين ومرتاحين يعني. حتى صوركم بالجرايد كانت كتير حلوة. فعلا كان طاقم نسائي مبتسم بتعطوا أمل، حتى أعتقد هلا الركاب كلهم رح يحاولوا على رحلاتكم. إن شاء الله إن شاء الله. لا أكيد طبعا طاقم متميز زي كارول. قبل ما أرجع لكارول بدي أحكي مع حضرتك بموضوع كتير مهم. تفضل. بجوز ناس كتير بيحكوا انه والله طاقم نسائي بقود الطائرة يمكن احنا نكون مع طاقم من الرجال مثلا، وفي خوف من الطيران. هل المرأة عندها قدرة انها تتحكم بالطائرة؟ المرأة حساسة يمكن